أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي في مادة الفيزياء. اتكلمنا من حلقات سابقة عن الموائع، وقلنا الموائع هي بعض المواد التي تستطيع الانسياب بسهولة جدا، مثل السوائل ومثل الغازات. وخدنا في أنواع من الموائع زي الموائع الساكنة، وخدنا الخصائص بتاعتها زي الضغط، التوتر السطحي، قاعدة باسكال، في أرشميدس، قاعدة أرشميدس، وخدنا حاجات كتيرة جدا جدا في الوحدة الأولى. بنبدأ النهاردة الوحدة الثانية في الموائع المتحركة. المتحركة يعني في سائل بيتحرك، السائل زي ممكن سريان مثلا ماء في أنبوبة، ممكن شلالات بتنزل من أعلى إلى أسفل، ممكن سريان أو جريان الماء مثلا على درجات السلم. دوت بنتكلم عن الموائع المتحركة. الموائع المتحركة بنتكلم فيها عن السريان بجميع أنواعه، وبنتكلم عن اللزوجة. نتكلم عن السريان. السريان في نوعين، سريان مستقر وده يطلق عليه الهادي، ودوت مثلا كمثال ببساطة لو أنا جبت إزازة مية وصبيت كوباية شوية مية في الكوباية، ببص الاقي ده سريان هادي، بحيث ان هي بتنزلق طبقات وبعضها فوق بعض، يعني بتنزل بسهولة ويسر جدا. اما في بعض الاحيان سرعة السائل بتوصل لحد معين، تبقى سرعته كبيرة، فبيتحول من سريان مستقر الى سريان مضطرب او دوامي، لان في بعض الاحيان تتكون الدوامات. طيب نيجي مع بعض كده نشوف، لو انا قلت هي انواع السريان يبقى سريان مستقر وسريان مضطرب. يجي يقول لي ما هو السريان الهادئ؟ الهادئ اللي هو قلنا اللي هو الاسم المستقر، ليه اسمين، هو سريان المائع في الانبوبه بسرعات صغيره بحيث تنزلق طبقاته بعضها فوق بعض. يبقى انا الطبقات دي بتنزلق بعضها فوق بعض بطريقه انسيابيه، قلنا زي مثال للماء بصبه بسهوله في كوب الماء. طب السريان الثاني اسمه سريان مضطرب، والمضطرب يطلق عليه الدوامي لتكون بعض الأحيان بعض الدوامات الصغيرة. هو عندما تتعدى سرعة المائع عند حد معين فإنه تتكون دوامات صغيرة دائرية. ممكن السؤال يجي يقول لي مثلا عرف إيه هو السريان المضطرب، أو ممكن يجي السؤال بطريقة تانية يقول إيه، ماذا يحدث عندما تزداد سرعة المائع؟ إيه اللي يحصل لما تزيد سرعة الماء عن حد معين، عن حاجة معينة السرعة دي تزيد، اللي بيحصل تتكون ايه، يتكون بعض الدوامات الصغيرة، وذلك يطلق عليه سريان دوامي. يعني ممكن اجيب التعريف او ممكن اجيب السؤال بالعكس. طيب عندي هنا في حاجة بقى اسمها سرعة السريان، وفي حاجة اسمها مساحة الأنبوبة والسطح، دي اسمها معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية عشان ندرسها وعشان نعرفها كويس جدا ونثبت بيها، هنعرف حاجة اسمها خط الانسياب. أنا قدامي مثلا أنبوبة، هذه الأنبوبة فيها خطوط، الخطوط دي اسمها خطوط انسياب. السائل بينساب أو المائع بينساب بسهولة، ولكن دايما لما أجي مثلا أفتح الحنفية بلاقي الماء بينساب قدامي. عمري لاحظت إن الماء ده بيتكون من خطوط جنب بعضها متوازية؟ عمرها ما حصل. أنا بشوف الماء بينساب بسهولة، لكن عمري ما شفت ان الماء ده عباره عن خطوط متوازيه بتنزل. ده امال ده ايه بقى؟ قال لي لا، ده هو احنا بنتخيل ان الخط ده موجود وان السائل بيسقط او بينساب بسهوله جدا على هيئه ايه؟ خطوط، او يعني ايه خطوط انسياب، او خطوط ايه بسيطه جدا جدا، وبينتقل السائل او المائع من الانبوبه من الطرف الى اخر، يعني مثلا من الالف لب، من البدايه الى النهايه. يبقى لما يجي يقول لي عرف ايه هو خط الانسياب، بقول هو خط وهمي لانه لا يرى، يبين المسار اللي بيتخذه السائل اثناء انتقاله من طرف لاخر داخل الانبوبه. ممكن نلخصه نقول هو خط وهمي بيبين ايه مسار السائل انتقاله من نقطه الى اخرى داخل الانبوبه، او من طرف الى اخر، من البدايه الى النهايه. تعريف تاني بنقول ايه هي سرعه سريان السائل. يعني انا عايز النهارده اصلا هتكلم عن معادله الاتصال، عايز سرعه السريان دي ازاي الميه او السائل او المائع بايه ليه سرعه كبيره. هي عباره عن عدد الخطوط الانسياب التي تمر عموديا على وحده المساحات المحيطه بتلك النقطه. يبقى لما يقول ايه هي سرعه سريان السائل، بقول هي عباره عن تقاس ب عدد خطوط الانسياب التي تمر عموديا على وحده المساحات المحيطه بتلك النقطه. هنا هو لو انا لاحظت هبص الاقي بعض الخطوط متزاحمه والبعض الاخر متباعده، فبقول
ممكن دي بتيجي صح او خطا او اختار من بين الاقواس، تتزاحم خطوط الانسياب في السرعات الكبيره بينما تتباعد في السرعات الصغيره. طيب لو انا حبيت ان انا امثل بقى سريان السائل، برسمه بمجموعه من الخطوط زي ما احنا شايفينها، وده عباره عن خط الانسياب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، هي عباره عن خطوط لا ترى، ولكن انا اقدر لو حبيت ارسمها امثلها بخطوط افقيه، ودي برسمها عشان ابين واوضح اللي هي خطوط الانسياب. كل ده انا عايز اعمل ايه؟ عايز ادرس اللي هي سريان السائل. طب عشان ادرس سريان السائل لازم يبقى عندي شروط، لازم امتى اقول ان السريان اللي عندي ده مستقر او مضطرب. لو انا جبت مثلا انبوبه، والانبوبه دي فتحت زي مثلا خرطوم المياه، فتحت الحنفيه بلاقي الخرطوم بيتملي بالميه، ايه اللي بيحصل؟ قال لي داخل الخرطوم كله او الانبوبه السائل موجود. يعني ايه السائل موجود؟ يعني يملا الانبوبه بكاملها. يعني ما ينفعش مثلا لو انا افتح عشان مثلا ارش مثلا ميه بالخرطوم الاقي الخرطوم جزء منه فيه سائل اللي هو المائع، وجزء لا، جزء فيه سائل وفي جزء فيه هواء. لا طبعا، حتى لو فيه هواء داخل الخرطوم او الانبوبه من قوه اندفاع وسرعه المياه، وطبعا لان الماء اتقل فهيزيح الهواء وبالتالي يبقى الانبوبه تمتلئ تماما بالماء. طبعا عندي امثله كتير، ممكن الماسوره بتاعت البيت، ممكن الماسوره بتاعت صرف الغساله، ممكن الحنفيه، ممكن الخرطوم، ممكن خرطوم المطافي زي ما هنشوف مع بعضنا. طيب لو انا فتحت الحنفيه جامد ابص الاقي كميه الميه اللي بتخرج منها كبيره. طيب يعني المعنى كده ان انا كميه الميه اللي بتخرج قد كميه الميه اللي بتدخل بالظبط، اللي بتخرج عندي تبقى الكميه متساويه. لو انا فتحت الحنفيه كميه قليله جدا، يا دوبك فتحها يا دوبك سرسوب، الاقي كميه الماء اللي عندي بتخرج قليله لان انا اصلا مدخله كميه قليله. يبقى حسب كميه الماء اللي عندي بالدخول لازم مساويه للخروج. ثالث خاصيه او ثالث شرط قال لي سرعه السائل او الماء داخل الانبوبه متساويه ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني مثلا لو انا فتحت السائل دوت، فتحت الحنفيه، الميه بتنساب في يسر وسهوله زي ما قلنا لان ده سريان مستقر. هل يا ترى سرعتها جوه الانبوبه او جوه الماسوره او جوه الخرطوم بتتغير؟ يعني ايه؟ مثلا عند البدايه تبقى في واحد مثلا بثلاثه، شويه تزيد بقت خمسه، وشويه بقت اتنين، وشويه بقت زيرو. لا، سرعه الماء داخل الانبوبه ثابته. يبقى انا عندي دي الشروط عشان يحدث السريان المستقر لسائل داخل الانبوبه. يجي يقول لي ايه؟ متى يحدث السريان المستقر لسائل داخل الانبوبه؟ او اذكر شروط حدوث السريان المستقر داخل الانبوبه. واحد، يملا السائل الانبوبه تماما. اثنين، سرعه المائع الثابته عند اي نقطه داخل الانبوبه. ثلاثه، كميه المائع التي تدخل الانبوبه مساويه لكميه المائع التي تخرج منها في نفس الزمن. يبقى زي ما قلنا اللي هم الثلاث شروط دول، وده عشان كده اقدر اقول ان ده سريان مستقر. طب لو انا حبيت بقى ابين السريان ده يا ترى شكله ايه؟ هنا هو انبوبه اهي، دي انبوبه بها سائل او مائع. من الناحيه اليسار كميه الماء بتندفع وبتتحرك الى الناحيه اليمين زي ما انا شايف كده بحركه بيسر، يعني ده معناه ان ده سريان مستقر او سريان هادئ. طيب لو انا حبيت ان انا احسب كميه الميه اللي بتدخل قد اللي بتخرج، او لو احنا بصينا كويس في الفيديو هنلاقي كميه الماء التي تدخل بتساوي كميه الميه اللي بتخرج، وزي ما هنشوفها دلوقتي في الاثبات بعد شويه. طيب هل في خطوط انسياب زي ما قلنا؟ هي لا ترى، احنا قلنا هي خطوط وهميه لا ترى، فانا بشايف الماء بينساب بسهوله جدا ويسر، ولكن هذه الخطوط وهميه. طيب هي لو انا لاحظت الاقي الماء بينساب من اليسار الى اليمين يعني بسهوله ويسر، وفيه خطوط انسياب من طرف الى اخر زي ما اتفقنا، يعني من مثلا من الناحيه الشمال الى الناحيه اليمين. طيب الخطوط وهميه لا ترى ولكنها تمر وينساب الماء بسهوله كبيره جدا جدا. يبقى انا عندي ده مثال للسريان الايه؟ الهادئ. طيب هل السرعه لو احنا لاحظنا في الجزيئات السائل، هل السرعه بتزيد وبتقل؟ لا، هي تقريبا ماشيه بسرعه ثابته هذه السرعة، لأن المائع أو السائل اللي عندي حركته ثابتة زي ما انتم شايفين، وبيبتدي بيتحرك بسرعة منتظمة أو ثابتة في خلال الأنبوبة. طيب هل أقدر إن أنا أقدر أحدد السرعة بتاعة الأنبوبة دي؟ قال لي أنا عندي عايز أعين أو أحسب
سرعة انسياب السائل اللي عندي، وأعمل علاقة بينه وبين مساحة المقطع الأنبوبة، المساحة المقطع هي الأنبوبة اللي ماشي فيها المائع أو السائل ده. طب هعمل إيه؟ قال لي ده عبارة عن حاجة اسمها معادلة الاستمرارية أو معادلة الاتصال. إيه معادلة الاتصال أو معادلة الاستمرارية دي؟ يجي في الامتحان مثلا يقول إيه؟ استنتج رياضيا معادلة الاستمرارية أو معادلة الاتصال، الاتنين معنى واحد. ممكن السؤال يجي بطريقة تانية موجود في أسئلة الكتاب، استنتج العلاقة بين سرعة سريان السائل ومساحة مقطع الأنبوبة، يعني عايز السرعة اللي هي V خدناها قبل كده والمساحة اللي هي الايه. طب أجيبها إزاي؟ أنا هتخيل إن عندي أنبوبة زي اللي شفناها من شوية، الطرف الأيسر هيبقى ألف، الطرف الأيمن هيبقى ب، يبقى عندي نقطتين، وهجيب مائع أو سائل في حالة سريان مستقر زي اللي شفناه من شوية في الفيديو، يعني سائل ماشي بسهولة ويسر وطبقاته سهلة جدا جدا وسرعته ثابتة. طيب هعمل إيه؟ هقدر أجيب مقطع، هذا المقطع أقدر أحدد بيه إن كنت أقدر أحسب العلاقة بين المساحة والسرعة ولا لأ. فهجيب عندي علشان أقدر أحددها، أدي الأنبوبة بتاعتي اللي على اليسار هاخد مقطع منه هسميه ألف، وعند اليمين المقطع ب. من عند الألف هقول مساحة المقطع بتاع الأنبوبة عندي A1، ليه؟ لأن أنا عندي فيها يبقى في مساحة مقطع دخول وفي مساحة مقطع للخروج، يبقى في A و A، طبعا هميزهم ب A1 هي مساحة مقطع دخول السائل، أما A2 هي مساحة مقطع الخروج. طيب عايز أحسب إيه بقى؟ عايز أحسب السرعة. طب أنا مش هعرف أحسب السرعة، لكن أنا ممكن إن أنا أستبدلها بحاجة اسمها الإزاحة خدناها في الصف الأول. طيب لما يجي يقول لي بقى استنتج معادلة الاتصال أو الاستمرارية، بنبدأ بنقول إيه؟ في حاجة اسمها معدل السريان. إيه معدل السريان؟ تعريفه هو حجم السائل المنساب في 1 ثانية، ويطلق عليه كيو حجم. إحنا خدنا قبل كده في كذا حجم، في حجم عندي اللي هو الفوليوم اللي هو بتاع الجسم الصلب زي كرة أو مثلث، لكن ده أنا عايز حجم السائل، طبعا ده مختلف، حجم المادة الصلبة غير حجم السائل. فحجم السائل دوت المنساب في 1 ثانية يطلق عليه معدل السريان، ورمزه كيو، ده رمز جديد النهاردة بناخده. يبقى أنا كيو ده هستعمله كتير قوي النهاردة عشان أقدر أجيب بيه معادلة الاتصال. ممكن يجي ببساطة يقول لي إيه؟ عرف معدل السريان، فهقول عبارة عن إيه؟ حجم السائل المنساب في الثانية ويطلق عليه أو يرمز له بالرمز كيو. طيب أنا عايز أجيب إيه؟ عايز اجيب كتلة السائل المنساب خلال الثانية، كتلة اللي هي الماس خدناها قبل كده ام بتساوي كيو فرو. احنا خدنا في اول حلقة تقريبا اللي هي بتاعت الضغط، لما كنا بنستنتج الضغط في باطن سائل، قلنا ان ام بتساوي لو تفتكروا معايا في فرو، في لانه كان الحجم الاولاني، لكن انا بتكلم هنا عن حجم سائل، السائل ده اللي هو بتاع السريان المستقر. ورو خدناها في درس الكثافة اللي هي رو كثافة السائل عندي، يبقى الام بتساوي كيو في رو. طيب انا دي كتلة الايه؟ السائل المنزاح. قال لي طب لو انا جبت بقى عايز اعمل تجربة عشان اثبت واعمل معادلة الاستمرارية، هنجيب اناء، هذا الاناء به سائل، والسائل دوت بيحصل ان هو فيه اقدر احدد بيه اجيب الحجم بتاع السائل المنزاح من A1 وخلال 1 ثانية. ازاي؟ قال لي ببساطة جدا انا هجيب اناء، وهذا الاناء به سائل، واجيب الاناء دوت عايز احسب سرعة السريان. طب احسبها ازاي؟ انا ما عنديش سرعة لكن عندي مساحة. طب هقول ايه؟ هقول ان انا اقدر اجيب حجم السائل المزاح اللي هو كيو بيساوي A1 في L1. مين A ومين L؟ A1 اللي هي مساحة مقطع الانبوبة اللي هي الضيق اللي هي الدخول، L1 اللي هي المقطع بتاعي ليه سمك فبيبقى ليه طول اللي هو L1، وبالمثل هي برضو عند ب اللي هي نقطة الخروج، هنقول برضو Q بتساوي A2 L2. طب هي Q ده ثابت عندي؟ قال لي اه، ما احنا اتفقنا ان كمية المية اللي هتدخل من اليمين هي اللي قد اللي هتخرج من الشمال، او العكس صحيح، يعني على قد كمية المياه. فانا هقول ايه؟ هقول ابتدي الاثبات عندي بان Q بتساوي A1 في L1. طيب بعد كده بقول ان انا هجيب السرعة
هي الإزاحة المقطوعة في 1 ثانية، أنا عايزة أبدل السرعة. طب هجيبها منين؟ إحنا خدنا في سنة أولى درس السرعة هي الإزاحة المقطوعة في زمن 1 ثانية أو قدر 1 ثانية، يعني أقدر أقول إن الفي هي ال ال في اللي هي الفلوسيتي بتاعتي اللي هي السرعة، وال ال اللي هي الإزاحة في ثانية اللي هي ال في واحد هتبقى ال. يعني أقدر أشيل من الكيو A1 L1 يبقى أشيل L1 وأحط بدلها V1، يبقى انا هستبدل الازاحه بالسرعه عشان انا عايز اصلا السرعه. فهتديني عندي كيو اللي هي حجم المائع المنساب عندي في الثانيه بيساوي A1 V1. طيب انا بعد كده هعمل ايه؟ قال لي هقدر اجيب بقى معدل الانسياب عند النقطه الف. ايه معدل الانسياب؟ اللي هي كميه الميه التي تنساب عند الف اللي هي الطرف الشمالي الضيق. هنقول ايه؟ كيو فرو بتساوي رو A1 V1. ليه كيو فرو؟ احنا من شويه قلنا ان الكتله، من شويه قلنا ام بتساوي كيو فرو، فانا عايز كميه الميه اللي بتدخل عند نقطه الدخول اللي هي الف، فهقول كيو فرو اللي هي كثافه السائل بتساوي رو كثافه السائل في مساحه المقطع الاول في في واحد. دوت عندي مين؟ عند الف. بالمثل عند ب. ليه ب؟ اللي هي عند نقطه A2 اللي هي المخرج بتاعي اللي هو خروج السائل او المائع عندي. فانا بالتالي بالمثل حجم المائع المنساب في A2 خلال 1 ثانية عند النقطة B، إيه اللي هيحصل؟ هقول إيه؟ نفس الكلام، إن كيو اللي هو حجم السائل المنساب بيساوي A2 V2. أنا غيرت بقى ده عند الخروج. طيب أنا عايز بقى أجيب معدل الانسياب عند B، فهقول رو في كيو بتساوي رو A2 V2. طيب إحنا من شوية قلنا إيه؟ كمية المائع عند الدخول بيساوي كمية المائع عند الخروج. طب انا لو لاحظت هلاقي ان الكيو رو اللي هو النص الشمال من المعادله متساوي. عند الف كيو رو بتساوي رو A1 V1، عند ب كيو رو بتساوي رو A2 V2. طب انا عندي النصف الشمال من المعادلتين متساوي، يعني من 1 و2 اقدر اساوي الطرفين الاخرين اللي هو رو A1 V1 بيساوي رو A2 V2. يبقى انا طب انا وديت فين الرو والكيو؟ ما هو الطرفين متساويين، يبقى الطرف الاخر اللي هو الايمن المختلف متساوي. طب انا ما لاحظ حاجه كده، انا عندي كثافه السائل مضروبه في مساحه المقطع اللي هو الدخول في سرعه السائل عند الدخول بيساوي رو اللي هو كثافه السائل نفس السائل في A2 اللي هي مساحه المقطع الخروج، V2 اللي هي سرعه سريان او خروج المائع اللي عندي. طب انا عندي كثافه سائل، انا مستعمل سائل واحد، الانبوبه بيبقى فيها ميه او كيروسين او زيت، اي يعني سائل واحد بس متجانس. معنى كده ان انا اقدر اشطب الرو طبعا تاكيد، فهقول اذا معادله الاستمراريه بتقول A1 V1 بيساوي A2 V2. يبقى ده انا لخصت ان هي شلت الرو فاتبقت عندي A1 V1 بتساوي A2 V2. دي المعادله اللي انا هحل بيها مسائل حالا. طيب هل ينفع ان انا اعمل بسط ومقام؟ ليه بسط ومقام؟ لو جه قال لي لا، في سؤال في الكتاب بيقول لي صحح المعادلات الاتيه، وبيكتب لي المعادله بسط ومقام، ما بيعملهاش طرف، يعني ايه طرف بيساوي طرف. فهيكتب لي مثلا، هبتدي منين؟ انا بقول عايز سرعه سريان السائل، يبقى هبتدي ب V1 يا ولاد، يعني V1 على V2 بتساوي الكسر الثاني. انا لاحظوا ان انا ايه، انا المفروض A1 مضروبه في V1 و A2 مضروبه في V2. يبقى معنى كده ما دام انا ابتديت من الناحيه اليسار V1 على V2 بتساوي A2 على A1، يبقى لازم لما اجي اعمل طرفين في وسطين المقص بتاعي هيبقى V1 فعلا مضروبه في A1 هي المعادله اللي فوق بتساوي A2 في V2. طيب من المعادله دي انا اقدر استنتج علاقه، ايه هي العلاقه؟ هل بين العلاقه مساحه مقطع الانبوبه وسرعه سريان السائل علاقه عكسيه ولا طرديه؟ احنا خدنا الحاجات دي قبل كده، ايه هو العكسي وايه هو الطردي. العكسي اللي هو لازم يبقى فيه بسط، يعني مثلا اقول ان A تتناسب عكسيا يعني 1 على V، او العكس ان V تتناسب عكسيا مع 1 على A، الاثنين صح. عكسي كلمة عكسي يعني 1 على في كسر. كلمة طردي يعني لو انا قلت ان في طردي يبقى لازم الاثنين بيزيدوا سوا، اذا زادت المساحة يبقى لازم يزيد حاجة قصادها. طبعا انا مش هقول السرعة لان الاثنين عكسي، لا انا بتكلم ان يعني ايه طردي ويعني ايه عكسي. هنا في معادلة الاستمرارية ان سرعة سريان او جريان السائل تتناسب عكسيا
مع مساحة سطح الأنبوبة، يبقى في بتتناسب مع واحد على ايه. وبعد كده هنستخدمها في اللي هو خرطوم رجال المطافي. طب لو انا حبيت اجيب بعض قبل ما نشوف الامثله، نشوف الاثبات بتاعي ونشوف الفيديو ده. انا عندي هنا اهوت، ادي سريان السائل عند الف، المقطع بتاعي مقطع المساحه A1 كبير، عند ب اللي هو ناحيه اليمين مقطع المساحه A2 قليل. طبعا مش هتفرق لان احنا قلنا كميه المائع عند الف لازم بتساوي كميه المائع اللي عند ب، فهو قال لي ان عند الف هساوي رو 1 A1 V1، عند ب هساوي رو A2 في V2. شال كميه اللي هي السائل المائع، فشلنا اللي هي الرو في الكيو، هيساوي الطرفين اللي هي بقى رو 1 A1 V1 بيساوي رو 2 A2 V2. هو عمل الرو هنا كانهم مختلفين، ولكن رجع قال ايه بقى؟ ان رو 1 بيساوي رو 2، لان احنا اتفقنا ان كثافه السائل متساويه لانه سائل واحد. اذا معادله الاستمراريه A1 V1 بتساوي A2 V2. في بعض الاحيان زي ما هنشوف برضو في مثال، الانبوبه بتنتهي بعده تفرعات. ابسط مثال زي شريان الدم، شريان الدم بيبقى كبير، مساحة مقطعه كبيرة، بينتهي بشعيرات دقيقة، يعني مثلا في العين أو الأنف أو الأذن، شعيرة رفيعة، شعيرة دموية ما فيهاش، ما ينفعش يتحط فيها الشريان اللي هو الكبير اللي بيضخ الدم. فبعض الأحيان هنلاقي إيه، يقولي مثلا مثال شريان من الدم مساحة مقطعه كذا، وينتهي بشعيرات دموية مقدارها مثلا 50 شعيرة. أعمل إيه في القانون؟ هو طبعا لازم اقول ان كميه الميه سوري كميه الدم اللي بتدخل قد كميه الدم اللي بتخرج، اللي بتضخ قد اللي ايه بتتوزع على جميع اجزاء الجسم. فهقول ايه، A1 V1 ده اللي هو الشريان الكبير اللي هو الدخول بتاع الدم، بيساوي هحط ان ايه، ان ده عدد الفتحات، عدد الثقوب، عدد الشعيرات الدمويه، النمبر بتاعها، هقول ان في A2 V2. ممكن نفس المثال ده يجي على مجرى المياه، في المجرى في الاراضي الزراعيه، بلاقي مثلا في انايا او ترعه كبيره وبعمل منها فتحات وثقوب عشان تدخل تسقي الارض كلها. فاللي بيحصل انا عندي المجرى الاساسي ليه مساحه وليه سرعه، وببص الاقي طب المخرج بتاعي ايه، عده فتحات بدل ما هي فتحه واحده، لا عده ثقوب، الثقوب دي بضرب الايه العدد في مقطع الخروج اللي هو A2 V2. يبقى القانون عندي هيقول A1 V1 بيساوي N اللي هو النمبر بتاع الفتحات أو الشعيرات الدموية، A2 V2. يبقى أنا عندي برضو كمية المائع اللي بتدخل لازم بتساوي كمية المائع اللي بتخرج. إمتى أستعمل القانون الأول اللي هو A1 V1 بيساوي A2 V2، أو القانون اللي هو فيه النمبر الـ N بتاعي؟ القانون الأولاني لما يقولي مثلا أنبوبة مساحة مقطعها كذا وسرعتها، وعند الخروج مساحة ومقطع، يبقى انا عندي مساحه وسرعه، يبقى انا معنى كده ان انا هستعمل القانون الاولاني اللي هو A1 و V1 بيساوي A2 V2. لكن لما يقول لي مجرى مائي، اول ما اشوف الكلمه دي اعرف على طول ان هو هستعمل فيها الان، او لو قال شريان دم ويتفرع الى مثلا 50 شعيره اعرف ان انا هستعمل القانون اللي فيه الان بتاعي. نشوف كده مع بعض المثال، بيقول لي ايه، انبوبه تغذي حقلا بالماء مساحة مقطعها 4 سم مربع، ينساب فيها الماء بسرعة 10 متر لكل ثانية، تنتهي بمائة ثقب، مساحة فوهة كل منها 1 ملي مربع، كم تكون سرعة انسياب الماء في من كل ثقب؟ المسألة دي ده تعويض مباشر. طب بس هو مدي ايه بقى؟ بيقول لي الانبوبة بتغذي حقل بالماء مساحة مقطعها، المساحة اللي هي ايه؟ طب هي دي A1 ولا A2؟ انا المفروض عندي ايه، دخول وايه خروج. هو بيبدأ الكلام صحيح ما قالش كلمة الدخول، بس هو بيبدأ الكلام يبقى دي A1. طب لو انا مش واثق اخليني لغاية ما ايه اوصل لاخر المسألة، بيقول لي ايه، ينساب فيها الماء بسرعة 10، يبقى دي V. برضو انا ما لسه ما حددتش، هقول ان انت مش فاهم، هندني ماشيين للاخر، تنتهي بماء الصب، يبقى الانبوبه اللي بتغذي حقل بتنتهي، بمعنى النهايه يعني الخروج.
صح كده؟ طيب تمام. ثقب المية عندي 100 ثقب، مش لازم يكتب عدد، ممكن 20 بالحروف. 100 مساحة فوهة كل منها، المساحة بتاعت الايه الفوهات الثقوب الصغيرة دي 1 مليمتر، كم تكون سرعة انسياب الماء من كل ثقب؟ يبقى هو عايز سرعة الخروج يا ولاد. يعني معنى كده هو مديني المساحة الأولى اللي اتكلمنا عنها في الأول خالص اللي هي 4 سنتيمتر مربع، وقال سرعة الماء الماء بينساب بسرعة 10، يبقى دي في 1، وتنتهي الأنبوبة الكبيرة دي ب 100 ثقب، يبقى ده النمبر بتاعي، عدد الثقوب، عدد الفتحات اللي هي 100، حيث مساحة كل ثقب، كل واحد من المية ده مساحته بكام؟ ب1 مليمتر. عايز ايه بقى؟ عايز سرعة انسياب الماء من كل ثقب. طيب المسألة دي طبعا هي تعويض مباشر، بس نيجي بقى ايه نقطة كده، هل ينفع استعمل المساحة بالسنتيمتر وبالمليمتر؟ ها صح كده، احنا خدنا في سنة اولى النظام المتر الدولي، في ولاد كتير فاكرينه، قلنا ان انا بقيس الاطوال بالايه بالمتر، يبقى المساحة لازم بالمتر مربع لان هو طول في عرض، يبقى ما ينفعش اقول مساحة مقطع الانبوبة 4 سنتيمتر مربع، لا لازم احولها لمتر تربيع. هعمل ايه؟ هضرب الاربعة في 10 أس سالب 4، يعني هضرب الرقم في 10 أس سالب 4 عشان احول من سنتي مربع لمتر مربع، ده في مساحة الايه الدخول. الخروج الخروج اللي هو الثقوب بقى الصغيرة دي، قال لي مساحتها طبعا هي صغيرة يعني المفروض تبقى اقل، قال لي مساحة المقطع بتاعة الثقوب 1 مليمتر. ايه المليمتر؟ حد فاكر المليمتر؟ احنا زمان خالص في ابتدائي خدنا ان المتر فيه 1000 ملي، صح كده؟ انا عايز العكس بقى، انا عايز العلاقة من الملي للمتر، فهتبقى 10 أس سالب 3، بس ده ملي واحد، انا عايز ايه تربيع عشان احول للمتر مربع لان دي مساحة، يبقى معنى كده ايه هضرب الواحد في 10 أس سالب 6. ماشي يا ولاد؟ يبقى انا عندي في المساحه لو اداني بالسنتي اضرب في 10 أس سالب 4، لان من المتر للسنتي في 100 وفي 100، طبعا بتبقى مقام بطلعها فوق باشاره مخالفه للاس تبقى سالب 4. بالنسبه للملي من المتر للملي في 1000، يعني 1000 و1000 مليون، يعني عندي 6 صفار، بس ده برضو بيبقى مقام بتطلع فوق بسالب 6. نشوف القانون والتعويض مع بعض بيقول ايه. A1V1 بتساوي N A2V2. يبقى انا كده عوضت، الاول بكتب القانون وابتدي اعوض، اقول ال A1 اللي هي 4 في 10 اس سالب 4 اهو عشان حولتها لمتر تربيع، السرعه الاولانيه اللي هي ب 10 متر لكل ثانيه بيساوي عندي ال N بتاعي اللي هو عدد الثقوب عدد الفتحات 100 في ال A2 قلنا 1 في 10 اس سالب 6. ليه سالب 6؟ عشان اتفقنا ان انا احولها من الملي مربع الى المتر مربع. في V2 اللي هو المجهول اللي عندي، طب انا عايز V2 هعمل ايه؟ اي ارقام مضروبة فيها بتنزل مقام، يعني هقسم 4 في 10 اس سالب 4 في 10 على ال 100 في 1 في 10 اس سالب 6، يطلع لي V2 بالآلة 40 متر لكل ثانية. الفيزياء يعني مسائلها ممكن كتيرة جدا بس بسيطة. طب انا اعرف منين ان انا هحل بالقانون ده؟ هو بيتكلم عن مساحة مقطع وبيتكلم عن سرعة وبيتكلم عن ثقوب وعن دخول وخروج، يبقى دي بتاعت معادلة الاستمرارية. ماشي يا ولاد؟ طيب نشوف مثال تاني بيقول لي ايه؟ احسب مساحة فوهة. فوهة اللي هو ايه؟ بداية الأنبوبة. أنبوبة تضخ زيتا بمعدل 9 لتر في الدقيقة إذا كانت سرعة سريانه 1.5 متر لكل ثانية. هو عايز مساحة الفوهة، بس هو جايب هنا ايه المعدل، بتضخ زيت بمعدل 9 لتر في الدقيقة. المعدل ده اللي هو كيو يا ولاد، اللي هو حجم الماء المنساب في الثانية، بس هو هنا جايبه في باللتر وجايبه في بالدقيقة مش بالثانية زي ما احنا تعودنا. هنعمل ايه؟ الكيو دي هنقول كيو بتساوي ايه في في، اللي هو القانون اللي انا ابتديت بيه الاستنتاج بتاع الاستمرارية. كيو اللي هو معدل سريان السائل اللي بينزل، اللي هو حجم السائل المنساب في 1 ثانية، بيساوي A اللي هي مساحة المقطع بتاعتها أو الفوهة في V اللي هي سرعة السريان. هو عايز هنا ايه؟ طب الكيو هعوض عنها بإيه؟ هنقول 9 في 10 أس 3 عشان أحولها من لتر
لمتر وبقسم على الستين عشان احولها للثانية. احنا طبعا احنا بنقول ايه هي حجم الماء المنساب او السائل المنساب في الثانية، فلازم احول من دقيقة لثانية، واللتر ما ينفعش احنا بنستعمل متر. يبقى هقول ايه 9 × 10³ على 60، ده كلها كيو بتساوي إيه؟ هو عايز الايه الاريا بتاعتي، لكن الفي مدهاني ب1.5. طب انا هقول ايه بقى عايز ايه؟ يبقى اللي مضروب فيها اللي هو 1.5 هينزل مقام، يبقى هقول ايه بتساوي 9 × 10³ على 60 × 1.5. تطلع بالآلة عندي بسهولة جدا 1 × 10⁴ متر مربع. ليه متر مربع؟ لان دي المساحة، عرفنا قبل كده ان المساحة وحدة قياسها متر تربيع. مسألة سهلة جدا جدا وتطبيق مباشر، اللي هو بتاع معدل سريان الزيت. طبعا هو دايما بيجيبه باللتر، احنا عارفين السوائل دايما باللتر، فانا بحولها بالمتر، بضرب في 10³، اذا كانت بالثانية تمام، اذا كانت بالدقيقة بقسم على 60، وبتطلع المسألة بسهولة جدا جدا. ناخد برضو مثال تاني، في برضو فكرة صغيرة كده، بيقول ايه؟ انبوبة مياه تدخل منزلا نصف قطرها 1.5 سنتي، نصف قطر ركزوا، وسرعة جريان الماء بها 2/10 متر لكل ثانية. فاذا اصبح نصف القطر الانبوبة عند نهايتها يعني الخروج 0.5 سنتي، احسب كل من سرعة الماء عند الطرف الضيق 2، عايز حجم الماء المنساب في الدقيقة عند اي مقطع فيها. المسألة دي بقى ايه؟ هي يعني مش صعبة، وخدنا فكرتها قبل كده في قاعدة باسكيل. هنا عايز ايه؟ مش مدي المساحة. طب هو انا المسألة دي على اني درس في المنهج، على اني معادلة، على اني قانون؟ هو بيتكلم عن نصف القطر، صح نصف القطر ده انا مش فاكره، ولكن بيتكلم اهو سرعة الماء عند الطرف الضيق، وعايز سرعة سرعة اللي هو الانسياب او خروج المية، ومديني سرعة السريان او الجريان بتاع المية، ومديني سرعة تاني، يعني في سرعتين اهو، وبعد كده عايز حجم الماء المنساب اللي هو كيو اللي احنا كنا لسه قايلين عليه من شوية. طب يعني مسألة بتاعت معادلة الاستمرارية. بس هو هنا بقى ايه؟ في فكرة صغيرة لو اتحلت المسألة سهلة جدا. هو هنا مدي نصف القطر يا ولاد، فاكرين احنا خدنا نصف القطر قبل كده اللي هو ار ريدياس بتاعي، ازاي اقدر اجيب بيه مساحة الانبوبة؟ طبعا الانبوبة عبارة عن ايه؟ مقطع ايه؟ دائري، صح؟ خدنا الدايرة في 5 ابتدائي، لما احب اجيب مساحتها بقول ايه؟ باي ار تربيع، باي اللي هي ط نق، نق اللي هو بداله ار، ار تربيع اللي هو نق تربيع، كنا بنقول زمان ايه؟ مساحة الدايرة ط نق تربيع. طيب الط دي اللي هي الباي، والنق اللي هي الار الريدياس بتاعي، يعني كده معنى كده ان انا مساحة الدايرة عند الايه؟ عند الدخول اللي هي عند ايه؟ 1 اللي هي البداية، هتبقى ايه؟ باي ار 1 تربيع. ليه 1؟ لان انا عندي خروج. طيب هو هنا مديني نصف القطر بكام؟ ب1.5. يعني انا ممكن اعملها عشان تبقى سهلة بالنسبة لي، اعملها على جنب، هقول ايه؟ ايه 1 بتساوي، واكتب باي ار 1 تربيع، الباي هتنزل زي ما هي، الار بكام؟ ب1.5. تربيع يعني ايه تربيع؟ يعني الرقم في نفسه، 1.5 في 1.5 ب2.25 من 100. بس ده سنتي ولا متر؟ صح كده، برافو. لا ده سنتي، يبقى لازم اعمل ايه؟ هضرب في 10 ؛ 4. احنا اتفقنا ان احنا هنعوض من سنتي المتر علشان المساحة مرتين، فهضرب في 10 ؛ 4. طيب سرعة الجريان بتاع الماء اللي هي V1 هو مدهاني 2/10، تمام. فاذا اصبح نصف قطر الانبوبة عند نهايتها، يبقى ده ايه؟ عند الخروج، يعني عايزين نجيب مساحة الخروج اللي هي ايه؟ A2. طب هجيبها ازاي؟ نفس الفكرة، هقول A2 بتساوي باي R2 اللي هي نصف القطر الاخر التاني اللي هو بتاع النهاية اللي هو النص. طيب هقول A2 بتساوي باي في ايه؟ 5 × 10 × 5، يعني هربع ب25 من 100 في 10 ؛ 4. يبقى انا كده حولت النصف قطر للمساحة، هي دي صعوبة المسألة. بعد كده المسألة حلوة جدا جدا، ما فيهاش أي مشكلة. هحول النص زي ما اتفقنا من نصف قطر للمساحة، هعملها زي باي ار تربيع. عندي مساحة مقطع أولى ومساحة مقطع تانية، فهكتب ار 1 تربيع وفي ار 2 تربيع.
ممكن يعني عشان بس عشان ما تلخبطوش، ممكن اشطب الباي اصلا، لان هي تبقى واحده على الطرف اليمين وواحده على الطرف اليسار، فالاثنين هيشطبوا مع بعض. يعني دي حاجه ترجع لكم انتوا لو انتوا فاهمين، هتتلخبطوا يبقى اكتبوا القانون كما هو. نشوف كده، هقول A1 V1 بتساوي A2 V2، وعبر وعوض عن A1 بباي R1 تربيع، زي ما قلنا في V1 بتساوي باي R2 تربيع في V2. الباي نزلت، الار 1 بكام؟ احنا قلنا 5 2 و25 من 100، في 10 اس سالب 4 عشان حولت الايه المتر تربيع. في في 1 بكام؟ ب 2 من 10 تمام، بتساوي الطرف الاخر باي في 25 من 100 اللي هي كانت 5 من 10 انا ضعفتها لانها مربع، في 10 اس سالب 4 برضو عشان احول المتر مربع، في في 2 اللي هو عايزها. طب هجيب في 2 ازاي؟ هقسم الطرف اللي ايه ما فيهوش مجهول هو اللي في البسط، اللي هو باي في 2 و25 من 100 في 10 سالب 4 في 2 من 10 على الباي في 25 من 100 في 10 سالب 4. لو انا ليا ناظره كده بص، هتبص تلاقي في سالب 4 فوق وفي سالب 4 تحت هيتشدوا قصاد بعض، وفي باي فوق وباي تحت برضه هيتشدوا مع بعض. ابص الاقي في 2 بتطلع بسهوله ب 1.8 من 10 متر لكل ثانيه. ده كله كان الايه المطلوب الاول. هي صحيح مساله طويله بس ايه يعني ايه سهله ولذيذه وتطبيق مباشر. بعد كده عايز ايه حجم الماء المنساب، يعني ايه اللي هو كيو بيساوي ايه في في. الكيو بتساوي A1 V1 احنا خدناها من شويه. طب مقطع المساحه احنا لسه جايبينها مش هعملها بقى تاني خلاص، باي في 2.25 من 100 في 10 اس سالب 4. V1 بكام؟ ب 2 من 10. امال ايه ال 60 اللي عندي دي؟ هو عايزها في الدقيقه فبضرب في 60، بتساوي بالاله كيو اللي هو حجم الماء او السائل المنساب عند ايه عند الناحيه ايه عند الطرف الاخر، بيساوي 27 من 1000 متر مكعب. ليه متر مكعب يا اولاد؟ لان ده حجم، احنا اتفقنا الحجوم طبعا نظام المتر الدولي بالمتر تكعيب، زي المساحه بالمتر مربع الحجم بالمتر ايه تكعيب. كده يعني انا اديت 3 امثله مختلفه، اديت واحد اللي هو في الان وده بيتكلم يا يعني اما لازم يكون مجرى مائي او اللي هو الشريان عشان يتفرع الى ثقوب او فتحات صغيره. اديت مساله مباشره على حجم المائع اللي كيو بيساوي ايه في، واذا كان باللتر لازم احول للمتر، اذا كانت بالدقيقه لازم ايه اقسم عشان ايه احول للثانيه. واديت مساله ثالثه اللي هي بجيب فيها السرعه وبجيب فيها في نفس الوقت حجم الايه المائه. التعليل بقى الحلو بتاعنا ده دايما بيجي في الامتحانات، بيقول ايه علل لما ياتي. يستخدم رجال الاطفاء خراطيم لها طرف مسحوب. كلنا شفنا ايه خراطيم المطافي، ببص الاقي الخرطوم من عند الحنفيه مساحه مقطعه كبيره جدا مش كده، وطبعا طويل ويجي في النهايه بينتهي بطرف مسحوب. ايه مسحوب؟ يعني مساحته قليله. ليه؟ طبعا احنا في تفكيرنا العادي اي حد بيفكر لا المفروض تبقى مساحته كبيره عشان يدي ميه اكتر، لا العكس. ايه ده ليه العكس؟ احنا خدنا بقى النهارده اهو خدنا معادله الاستمراريه بتقول ايه؟ العلاقه بين سرعه سريان السائل ومساحه مقطع الانبوب، ما هو ده صح كده؟ كل ما تكون مساحه المقطع بتاع الانبوبه بتاع الخرطوم كبير، مساحه كبيره، يبقى سرعه المائع او السائل قليله. طب انا عايز ايه؟ انا عندي مثلا حريقه وعايز اطفيها، يعني معنى كده عايزه سرعه اندفاع ميه كبيره، سرعه اندفاع ميه كبيره. طب السرعه امتى تبقى كبيره؟ لما يبقى مساحه المقطع قليل. احنا اتفقنا قبل كده من شويه ان التناسب عكسي بين مساحه مقطع الانبوبه وسرعه جريان او سريان السائل او المائع اللي عندي. احنا قلنا اتفقنا في بتتناسب مع واحد على ايه، هي دي التعليله بتاعتها، وتعليله سهله جدا جدا. فلما يجي يقول لي ليه بستخدم يستخدم رجال المطافي خراطيم لها طرف مسحوب، الاجابه ببساطه جدا، لان سرعه كلمه غير السرعه بتطلع غلط. ليه؟ لان انا اصلا الدرس بتاعي النهارده سرعه ومساحه، بقول سرعه اندفاع الماء تتناسب عكسيا مع مساحه مقطع الخرطوم، سرعه اندفاع الماء تتناسب عكسيا مع مساحه مقطع الخرطوم. وما اقولش كلمه غير المساحه والسرعه، اي لفظ او كميه فيزيائيه اخرى من ناحيتك انت فاكر انها صح طبعا غلط. احنا بنتكلم اصلا عن سرعه ومساحه. ماشي يا اولاد؟ كده احنا خلصنا الموائع المتحركه، وده كان واحد من الايه
انواع من السريان اذا كان دائم او مستقر او دوام. هناخد خاصيه تانية النهارده اسمها اللزوجه. ايه اللزوجه؟ ببساطه جدا، لو انا جبت كوبايه ميه وكوبايه عسل وجبت ساق او معلقه وابتديت اقلب في الكوبايتين، ايه اللي بيحصل؟ ابص الاقي حركه دوران المعلقه في الماء بسهوله ويسر عن الحركه بتاعه الايه العسل. ممكن استبدل العسل بجليسرين، بس هو العسل طبعا عشان موجود عندنا في البيت، الاقي حركه العسل ايه بطيئه شويه، ولما اجي اشيل المعلقه ابص الاقي الماء على طول بتتشال منه بسهوله، اما العسل بياخد فتره مع بال ما يرجع السائل للوضع الطبيعي. قال لي ليه دوت؟ قال لي بسبب خاصيه تسمى اللزوجه. ممكن تجربه تانية نعملها في البيت، اجيب كوبايه ميه وكوبايه عسل او جليسرين، واجيب بليتين صغيرين، بورتين صغيرين بتوع الاطفال، واجي في نفس اللحظه اروح ايه موقعاهم جوه السائل. يا ترى مين تنزل اسرع؟ طبعا البلي او الكره اللي بتنزل في وقت قليل جدا جدا، هي مين اللي في سائل الميه، في الماء، في الماء على الماء، بتاخد فتره اطول في حاله العسل او الجسرين، لان الماء اللي زوجته مختلفه عن العسل والجليسرين. طيب لو انا جبت شويه كحول هو السبيرتو الاحمر وجبت شويه عسل وجيت صبيت الاثنين وشوف السرعه بتاعتهم وهم بينزلوا، سرعه السريان بتاعتهم، بلاقي طبعا الماده الاخف اللي هي كحول بتنزل اسرع من ماده الجليسرين او العسل. الثلاث خصائص دول بيبقوا بسبب خاصيه اللزوجه. نشوف بيجوا ازاي في الامتحان. يقول لي ايه؟ علل لما ياتي. حركه الساق في الماء اكثر سهوله من حركتها في العسل اللي انا قلت عليها من شويه. بحرك ساق في كوبايه بيها ماء بتبقى اكثر سهوله، تتحرك بسرعه من حركتها في العسل. السؤال الثاني بيقول علل برضو، سرعه انسياب الجليسرين ابطا كثيرا من سرعه انسياب الكحول. يعني انسياب اللي هي النزول اللي لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، يبقى السرعه بتاعه الجليسرين ابطا من سرعه الكحول، يعني العكس صحيح، ان الكحول بينزل اسرع من الجليسرين. ونركز، السؤال ده دايما بيجي في الامتحانات والطلبه بتبقى عارفاه وبتجاوب بسرعه، بس هو يعني انت ركز في الكلمه صح ولا غلط، وممكن تيجي على هيئه صح او خطا. يعني مثلا يقول لك سرعه انسياب الجليسرين اسرع كثيرا من سرعه انسياب الكحول، تقول اه ما هو الجليسرين، يعني ما تركزش في الكلمه، كلمه ابطا تبقى اسرع، يبقى انا كده ايه الجمله باظت معايا. لا احنا نركز كويس، ان يعني بالبلدي كده الماء طبعا بينزل اسرع، بعد كده الكحول، بعد كده العسل، زيه زي الجليسرين، يبقى هنا الجليسرين بياخد وقت اطول، فبنقول ايه ابطا كثيرا. طيب نمره ثلاثه بنقول ايه؟ زمن وصول كره معدنيه الى قاع الكحول اقل وصولها في الجليسرين. يعني لو جبت اللي هما الكورتين اللي انا قلت عليهم وجبت سائل الكحول او الماء وجبت ايه الجليسرين والاثنين ايه سبتهم بسرعه ووضعتهم في السائلين اللي عندي، مين اللي ينزل اسرع؟ طبعا الميه او الكحول لو انا استبدلت الماء بالكحول او العكس. ومين اللي بياخد وقت اطول؟ العسل او الجليسرين. الثلاثه دول تعليلاتهم الاجابه ببساطه جدا بسبب خاصيه اللزوجه. يعني شوف السؤال طويل جدا اللي بيجي الاجابه عايز الخاصيه مباشره، الخاصيه الفيزيائيه اللي انا بدرسها، الدرس ذات نفسه اللي هي خاصيه اللزوجه. طب انا كل ده ما قلتش يعني ايه لزوجه؟ هي عباره عن الخاصيه التي تتسبب في وجود مقاومه او احتكاك بين طبقات السائل لتعوق نزولها بعضها فوق بعض. يعني ممكن يجي يقول لي اعرف خاصيه اللزوجه واذكر امثله، ممكن اقول مثال من الثلاثه اللي عندي، لكن من خاصيه اللزوجه تعرفها على طول مباشره، هي الخاصيه التي تتسبب في وجود مقاومه او احتكاك بين طبقات السائل تعوق نزولها بعضها فوق بعض. ببساطه يعني ايه؟ دلوقتي لما انا مثلا اجي كوبايه شاي او كوبايه ميه بشرب السائل المائع بتاعي، هل بشربه كله يعني دفعه واحده؟ لا بشرب، لو خاصه لو السائل سخن بشربه دفعات، الدفعه الاقرب هي اللي بتنزل الاول وبعد كده الدفعه اللي بعدها، فكده بنقول ايه طبقاته تنزلق بعضها فوق ايه بعض. دي خاصيه الايه اللزوجه يا ولاد. طيب انا عندي عايز استنتج حاجه اسمها معامل اللزوجه. معامل اللزوجه هستنتجه ازاي؟ انا هجيب اناء وهذا الاناء احط فيه مائع سائل زي الميه، عايز اجيب معامل زوجة المية، تمام، عايز جليسرين،
عايز زيت، عايز كيروسين، هجيب سائل واحد واجيب لوحين. اللوحين دول على قد المساحة بتاعة الايه الحوض بالظبط. لوح هحطه في قاع الإناء وثابت، فسرعته هتساوي صفر، سرعته هتساوي صفر. أما اللوح العلوي اللي هو اللي فوق هتبقى ليه سرعة لأنه بيتحرك يمينا ويسارا بتأثير قوة هتتكون عنده، فسرعته في بتساوي في. يبقى أنا عندي لوحين، أحدهما ساكن ده اللي هو في قاع أو أسفل الإناء، والعلوي ليه سرعة وهذه السرعة تسمى في. طب أنا هعمل إيه؟ أنا عايز أحسب أو أوجد معامل اللزوجة اللي هو رمزه إيتا زي ما هنشوف، وإزاي أقدر أحدده وأجيبه. عشان أجيب إيتا يبقى أنا لازم عندي حاجات كتير. أول حاجة عندي لازم يبقى فيه سرعة، اتفقنا في لوح سرعته زيرو واللوح الآخر سرعته في. لازم عندي مسافة بين اللوحين. إيه هي المسافة اللي هي الموجود فيها السائل؟ المسافة اللي هي الجي. طب عايز ايه تاني؟ انا كده عندي سرعة وعندي مسافة. هو الاناء اللي انا حطيت فيه اللوح العلوي او السفلي مش فيه مساحة؟ اه في مساحة. يبقى انا عندي الاريا كمان، يبقى انا عندي في وعندي الجي اللي هو البعد او المسافة بين اللوحين، وعندي الاريا بتاعتي اللي مساحة السطح. عندي ايه كمان؟ اذا تكونوا التلاتة بتتولد قوة، هذه القوة فورس اللي خدناها قبل كده، صح كده، برافو، اف. يبقى معنى كده بتتولد قوة، هي القوة دي اللي اقدر اجيب منها معامل اللزوجة. نشوف كده مع بعض يا اولاد بيقول ايه. نضع كمية من سائل محصور بين لوحين مستويين متوازيين، الاسفل ساكن والعلوي متحرك بسرعة في، ومساحة المقطع ايه والمسافة الرأسية بينهما ايه جي. انا عشان استنتج معامل اللزوجة، سرعة طبقة السائل الملامس للوح المتحرك احنا اتفقنا ان هي في، سرعة اللوح في يبقى السرعة في. اما سرعة طبقة السائل الملامس للوح الساكن هي صفر، فبالتالي بتتولد قوة او تؤثر عليه قوة. طيب هنقول ايه بقى؟ القوة هتنشأ تبقى كبيرة لو سرعة اللوح المتحرك كبير. يعني معنى كده تناسب ايه؟ صح، طردي. يعني انا عندي سرعة اللوح اللي بيتحرك اللي هو العلوي كبيرة، هلاقي القوة اللي بتتولد عشان تحريك الساق دي او اللوح ده كبيرة. يعني اف تتناسب طرديا مع الفي. طردي يعني طردي، ده بيزيد ده بيزيد مع بعضهم. طيب مساحة المقطع بتاع اللوح، اذا زادت مساحة المقطع ايضا تزيد الايه القوة، يبقى اف برضو تتناسب طرديا مع ايه الاريا بتاعتي. البعد بقى بين اللوحين، المسافة اللي فيها السائل اللي انا عايز او المائع اللي انا عايز احدد معامل التوتر سوري معامل اللزوجه بتاعته اللي هو ايتا، قال لي كل ما زادت المسافه بين اللوحين بتاعت السائل الاف تقل، المسافه قلت الاف تزيد، يبقى ده تناسب عكسي. يعني اف تتناسب عكسيا مع واحد على دي. يبقى لو جه قال لي استنتج معامل اللزوجه رياضيا استنتجه ازاي؟ اول خطوه هقول اف بتتناسب طردي مع في، الخطوة التانية اف بتتناسب طردي مع ايه، تالتة اف تتناسب عكسي يعني واحد على الجي. طب اف اهي في ناحية بننزلها الفورس، في في وايه بسط ودي مقام، علشان اشيل علامة التناسب واحط يساوي. فاكرين كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ثابت، يعني انا بحط فيه ثابت عندي عشان اقدر اعمل طرف اليمين يساوي الطرف اليسار زي ما خدنا قبل كده كتير. طب الثابت ده ايه عندي؟ اسمه ايتا. ما هو ايتا؟ هو معامل اللزوجة، وده حرف لاتيني. يبقى المعادلة عندي بتقول ايه؟ اف بتساوي ايتا اي وفي بسط على الجي مقام. دي الاف، لا انا عايز ايتا ذات نفسها، فهعمل ايه؟ اللي مضروب في ايتا هينزل مقام، يعني مضروب فيها فوق في في الايه هتنزل مقام، يعني هقول ايتا بتساوي الاف في الجي على الاي في. وكده انا قدرت اجيب معامل اللزوجه لاي مائع او اي سائل. يبقى ايتا بتساوي الاف في الجي على الايه في الفي، او الفي في الايه، هي هي. يبقى كده انا قدرت ايه استنتج رياضيا معامل اللزوجه اللي هو ايه. طبعا هو استنتاج سهل جدا، عندي الاف بحطها في الناحيه الشمال والناحيه اليمين عندي الفي والايه طردي، الجي عكسي، كده خلاص وصلت. يبقى الاف بتساوي الثابت اللي عندي لو انا حافظه، ممكن استغنى عن الخطوه دي اقول على طول ايتا بتساوي
فوق الباسطه يبقى في اف اي على الدي. طب انا عايز ايه تبقى ذات نفسها؟ لو اجي قال لك مثلا العلاقه الرياضيه لتعيين معامل اللزوجه بتساوي نقط، او العلاقه دي صحيحه او خطا، ده علامه صح او خطا، فهقول ايتا بتساوي، وهقول ان اف في دي على الايه في الفي. سهله جدا يا اولاد. طيب لو انا مش ايه ما عرفتش لسه يعني ايه معامل اللزوجه، طبعا معامل اللزوجه كان فيه القوه، القوه المؤثره او المماسيه المؤثره على وحده المساحات، انا عندي قوه ومساحه، لينتج عنها فرق في السرعه اللي هو الفي بمقدار الوحده بين طبقتين من السائل، وتكون المسافة اللي هي دي العمودية بينهما الوحدة. هو تعريف طويل شوية معلش، أنا بقول الحاجات اللي أنا استعملتها في إيدي، بتكلم عن القوة المؤثرة اللي هي الإف على إيه وحدة المساحات اللي هي الإيه، بينتج فرق في السرعة اللي هو الفي، أنا كان عندي في في بتساوي زيرو وفي في بتساوي في، يبقى ده فرق في السرعة اللي هو الفي، وبعد كده بقول اللي هي المسافة العمودية بينهما الوحدة اللي هو الجي. ماشي يا أولاد؟ دي اللي هي تعريف مين؟ اللي هو معامل اللزوج. لا ده هو عايز يقول لي ايه هي وحدة قياس معامل اللزوجة. انا عندي وحدتين لقياس معامل اللزوجة، عندي نيوتن في الثانية على المتر تربيع او كيلو جرام لكل متر في الثانية. طب هو ده هو ده؟ اه، يعني انا عوضت فكيت النيوتن اللي يعني خدناه النيوتن في سنة اولى اللي هو كيلو جرام متر لكل ثانية تربيع، لو انا يعني فكيته هبص الاقي المعادله هتطلع في النهايه كيلو جرام لكل متر في الثانيه. يعني لو جه قال لي مثلا اختار من بين الاجابات الصحيحه وحده قياس معامل اللزوجه نيوتن في الثانيه لكل متر تربيع او كيلو جرام لكل متر في الثانيه او كلاهما، طبعا كلاهما ممكن اغير في الكيلو جرام مثلا تربيع، يبقى طبعا خطا، يبقى انا بختار الاجابه الصحيحه يا اما نيوتن في الثانيه لمتر تربيع او كيلو جرام لكل متر في الثانيه. ماشي يا اولاد؟ طيب انا عندي تطبيقات على اللزوجه، ايه تطبيقات؟ ما احنا اتفقنا قبل كده ان انا بدرس المنهج بتاعي وعندي تطبيقات كتيره جدا جدا في حياتي. عندي اول تطبيق التزييت والتشحيم، مفيش حد في البيت عندنا الا لازم في اي اله عندي بزيتها او اشحمها، اي اله، اذا كانت مكنه، اذا كانت عجله، اذا كانت فيسبا، اذا كانت عربيه، مروحه، اي جهاز او اله كهربيه لازم تتشحن. تاثير اللزوجه على حركه الاجسام، ثالث حاجه في الطب. نتكلم عن حاجه حاجه. لما يجي يقول لي ليه التزييت والتشحيم، هو انا لو انا مثلا عندي فيسبا او عجله او عربيه كل فتره بهتم بيها، انا ده اهتمام بيها ليه؟ ابسط حاجه عشان يقلل من الحراره اللي بتتولد من الاحتكاك. ايه الاحتكاك ده؟ اللي هي تشتغل، عشان عندي مجموعه من التروس والمعدنيه نتيجه للحركه والاحتكاك بتسخن، الحراره دي اللي هي بتخليها تسخن. طب لو الحراره دي زادت قوي ممكن تعمل على تلف الاله ايا كانت، اذا كانت مكنه خياطه او فيسبه او عجله او عربيه او مروحه، اي اله من الالات دي ساعات الساعه بيبقى محتاجه تشحيم كمان. يبقى انا ايه بعمل ايه؟ بحاول على قد ما اقدر اقلل من الحراره اللي بتتولد اثناء الاحتكاك. طب ايه تاني؟ قال لي بطول عمر الاله، الاله المعدنيه اللي عندي بطول عمرها، ان انا بهتم بيها، ما دام بهتم بيها وزيتها وشحمها كل فتره يبقى كده انها هتقعد معايا وقت ايه طويل. طيب ده بالنسبه للالات. في الطب انا هستخدم سرعه الترصيب. ايه سرعه الترصيب؟ قال لي هي اللزوجه ليها علاقه بالدم بالطب بسرعه الترصيب؟ قال لي اه، يعني بعض الاحيان الدكتور بيطلب تحليل سرعه الترصيب كرات الدم، فاللي بيحصل بيروح المريض بيعمل يقول له لا ده انت سرعه الترصيب بتاعتك عاليه او سرعه الترصيب منخفضه، بنتعرف بيها عن خاصيه الايه اللزوج. في بعض الاحيان بيحصل تكسير في كرات الدم، يعني ايه تكسير؟ تبقى القطره مثلا ليها حجم معين، القطره دي بتتقسم الى حاجتين لثلاثه. ده بالنسبة للطب. تأثير اللزوجة على حركة الأجسام، إن أنا لما باجي أمشي في الطرق السريعة بالسيارة بلاقي الهواء في وشي، أصل الحركة بتاعتي بتقاوم حركة الأجسام، بيبقى عندي سرعة، كل ما بزود السرعة بتهيألي إن أنا لما أزود السرعة أوصل إيه أسرع، لا بيحصل بيحصل تناسب عكسي، وانا كل سوري طردي، كل ما بزود السرعه بايه بتزيد الحركه بتاعتي، لان مقاومه الهواء بيبقى في الوش بتاعي. احنا كده اتكلمنا النهارده عن المواقع المتحركه واللزوجه، وانا كنت مبسوطه جدا جدا معاكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.